الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الكرام، بلاد الأفراح إنها ليست بلاد عادية. بلاد الأفراح ليست تلك البلاد الدنيوية التي نعرفها، لا، بل إن بلاد الأفراح هي تلك البلاد الأخروية التي وعد بها ربنا جل وعلا وبشر بها نبينا صلى الله عليه وسلم. بلاد الأفراح هي تلك الجنان التي أعدها ربنا جل وعلا الرحمن لعباده المؤمنين، لعباده المتقين، لعباده المحسنين، لعباده الصالحين. قال جل وعلا في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم قول الحق تبارك وتعالى، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولقد بيّن ربنا جل جلاله لنا وللناس أجمعين، بيّن لهم حقيقة هذه الدنيا، بل ضرب لهم الأمثال لعل الناس يعقلون، لعل الناس يعلمون، لعلهم يفقهون. وحذرهم ربنا جل جلاله أن يغتروا بهذه الدنيا أو أن يركنوا إليها. قال جل جلاله في كتابه الكريم: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. بل ضرب ربنا جل جلاله لنا في كتابه الكريم المثل والمثل والمثل حتى نعقل ونعلم. فقال جل جلاله: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث، اسمع إلى المثل، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. ما نهاية هذه الدنيا؟ وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. الخلاصة: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يبين ربنا جل جلاله في كتابه الكريم أن مثل هذه الدنيا كمثل الزرع الذي أصابه الغيث، أصابه الماء، أصابه المطر، فأزهر وأثمر واشتدت خضرته. لكن أيها الكرام، لا تلبث هذه الخضرة ولا يلبث هذا الثمر وهذا الزهر إلا ويذهب ويزول ويصبح حطاما في حطام. وهكذا الدنيا أيها الكرام، يكون الواحد منا في هذه الدنيا طفلا صغيرا، لكن ما هي إلا سنوات وإلا ويصبح شابا قويا، وما هي إلا سنوات أيضا
ويصبح هذا الشباب، وتتحول هذه القوة إلى شيخوخة وضعف. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. لذا أيها الكرام، كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يوصي أصحابه فيقول: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هذه الدنيا التي نعيش مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة. وإلا فكم سيعيش الواحد منا أيها الكرام؟ 50 عاماً، 60 عاماً، 70 عاماً، كم تساوي هذه السنوات القليلة في يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ والمتاع في هذه الدنيا قليل. لذا قال صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إن مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل بظل شجرة ثم تركها ومضى. قال ربنا جل جلاله في كتابه الكريم: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. يدخل صلى الله عليه وسلم يوما السوق فيجد الناس منشغلين في البيع والشراء والأخذ والعطاء، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم حقيقة هذه الدنيا، فأخذ بجدي أسك ميت وقال لأصحابه ولمن في السوق: من يشتري هذا بدرهم؟ قالوا: يا رسول الله، لا نحب أنه لنا بشيء. فقال عليه الصلاة والسلام: للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. لذا قال ربنا جل جلاله في كتابه الكريم: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال جل جلاله: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون خير للذين يتقون. اسمع ماذا يقول ربنا جل وعلا: أفلا تعقلون. لذا أيها الكرام، الكيس من عرف حقيقة هذه الدنيا وعرف الغاية التي خلق من أجلها. قال جل جلاله في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الكيس من عرف حقيقة هذه الدنيا وعرف الغاية التي خلق من أجلها. إنما الدنيا فناء، ليس في الدنيا ثبوت. إنما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت، فاغتنم وقتك فيها قبل ما فيها يفوت. قل بخير تجتنيه أو تحلى بالسكوت. إنما الدنيا فناء، ليس في الدنيا ثبوت. إنما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت.
قال الحسن البصري رحمه الله: لسان كل يوم من أيامنا يا ابن آدم ينادي عليك فيقول: يا ابن آدم أنا يوم جديد، على عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. لذا أيها الكرام، هنيئاً لمن أقبل على ربه جل وعلا بالطاعات وطرق أبواب الخيرات حتى يصل إلى بلاد الأفراح، حتى يصل إلى تلك الجنات، وحتى يحظى بالبشريات. فللمؤمنين بشريات عند الموت، بل وفي القبر، بل وعند البعث. فما هي هذه البشريات؟ نتعرف عليها في لقائنا المقبل. فإلى ذلكم الحين أسأل الله جل في علاه أن نكون جميعا من أولئك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.